سايف زال مرواحهم بالسلام. التواصل المستمر أيها الأخوة مشاهدينا ومتابعينا الكرام، نتابع وإياكم في هذه اللحظات اندفاعة الشوط الحادي عشر، نتابع وإياكم هذه الجذاع المنطلقة والمندفعة، نتابع هذه الجذاع والمقدمة مباشرة مع المراكز المتقدمة، نشاهد المركز الأول، نتابع في هذه اللحظات ومن تصنع الذيبة لجابر بن سالم بن جابر الجربوعي مع المقدمة ومع المركز الأول. نتابع في هذه اللحظات المقدمة والصدارة مع الهبوب، الهبوب لخالد بن محمد آل الشيخ الكواري اللي على المقدمة وعلى المركز الأول، بينما النقلة على المركز الثاني. نتابع برمودة لمحمد بن علي بن عايض المري مع المركز الثاني. هنا في هذه اللحظات نتابع المركز الثالث ومن تصنى طيف لشعيل بن عبد الله بن حمران المري، يصل في هذه اللحظات ابو عبد الله مع المركز الثالث. المركز الرابع نتابع في هذه اللحظات الوصول من نوف لعبد المحسن بن طالب بن عمارة المري. نتابع المركز الخامس ونشاهد في هذه اللحظات المتسللة مع شعار البطل، هناك نوف وقدوم في هذه اللحظات اللي قادمة هناك من الجانب الأيمن، نشاهدها آسيا لجاسم بن عبد الله بن حمد العطية قادمة في هذه اللحظات ومندفعة في هذا الشوط، ونشاهد وإياكم مجريات هذا الشوط. نشاهد هناك المقدمة والصدارة مع الهبوب، الهبوب يا سلام الهبوب، نتابعها في مقدمة الشوط ومع المركز الأول منطلقة لخالد بن محمد آل الشيخ الكواري مع المقدمة. هنا في هذه اللحظات الهبوب اللي تقدم عروضها الممتازة في مقدمة الشوط منذ أن ارتفع ستارت، وهي سيدة الموقف، منطلقة ومندفعة في هذا الشوط وتشكل الخطر الأكبر، وأيضا تريد أن ترسل السلامات إلى مالكها. هنا في هذه اللحظات مع الانطلاقة والمقدمة الهبوب، المركز الثاني برمودة، برمودة لمحمد بن علي بن عايض المري مع المركز الثاني. المركز الثالث آسيا لجاسم بن عبد الله بن حمد العطية. المركز الرابع الذيبة جابر بن سالم بن جبران المري مع المركز الرابع، غيرت على المركز الثالث. المركز الخامس الهائلة لخليفة بن سالم بن راشد الاكتبي. هذه النتيجة مع الخمس المراكز الأولى، الخمس المراكز المنطلقة المندفعة، يا سلام يا سلام، وبقيادة الهبوب وأيضا مجريات الشوط مع الهبوب اللي منطلقة ومندفعة بهذا الشكل الممتاز، ما شاء الله تبارك الله. يا راع الهبوب اللي على المقدمة، هناك لخالد بن محمد آل الشيخ الكواري يقدم لنا الهبوب في المركز الأول بهذا الأداء والتميز مع المركز الأول. برمودة على المركز الثاني، وديروا بالكم من ابن عايض، هنا يشكل الخطر الأكبر في هذا الشوط مع الكيلوين المتبقية من عمر هذا الشوط، وباندفاعة أبو علي هي أيضا متواجد في هذا الشوط، ونشاهد اندفاعة هذا الشعار العريق وبقيادة هذا المضمر. المركز الثاني نتابع الذيبة لجابر بن سالم بن جبران هنا مع المركز الثالث. المركز الرابع نتابع آسيا لجاسم بن عبد الله بن حمد العطية. المركز الخامس الضيف العاني من دولة الإمارات مع الهائلة خليفة بن سالم بن راشد الاكتبي. وشوفوا بن عمارة بدأ في هذه اللحظات بالانطلاق
الانطلاق والاندفاع مع نوف لعبد المحسن بن طالب بن عمارة المري. يا السلام ال 1500 متر الأخيرة، ال 1500 متر الخطيرة، ولكن شوفوا برمودا، برمودا تغير إلى المقدمة إلى الصدارة بقيادة بن عايض، بقيادة محمد بن علي بن عايض. الهبوب في المركز الثاني، الهبوب على المركز الثاني لخالد بن محمد الشيخ الكواري. المركز الثالث نوف في هذه اللحظات مع ال 1200 متر الأخيرة، نوف لعبد المحسن بن طالب بن عمارة المري. المركز الرابع انتابع آسيا لجاسم بن عبد الله، أيضا هنا العطية قادم، ولكن الذيبة، الذيبة من الجانب الأيمن في هذه اللحظات لعبد المحسن بن جابر، أو هنا جابر بن سالم بن جبران. يا سلام، نعود إلى المقدمة وإلى صراع المقدمة والكيلو المتر الأخير. الله يا برمودا، برمودا، برمودا مع محمد بن علي العايض على المقدمة وعلى المركز الأول في هذه اللحظات، يندفع برفقة برمودا بينما المركز الثاني الهبوب. ولكن نوف، 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 عبد المحسن بن طالب بن عمارة يقدم لنا نوف في هذه اللحظات مع المركز الثاني. المركز الثالث الذيبة، الذيبة لجابر بن سالم بن جبران. وبن عجب وصل، بن عجب وصل مع المسحبية، المسحبية لمحمد بن مسفر بن علي العجب، وبقيادة بن رملان، بقيادة بن رملان. ولكن الله، شوفوا نوف، شوفوا نوف اللي غيرت، غيرت على المقدمة، غيرت على الصدارة. ولكن برمودا تعود، برمودا تعود، وأيضا بن عجب مع المسحبية، المسحبية وبن عجب والأمتار الأخيرة. نوف عادت، نوف عادت، نوف عادت، ولكن برمودا، المسحبية، المسحبية، برمودا، برمودا، بالمسحبية، المسحبية، بالرملان، بالرملان، ولكن لم تر الأخيرة. برمودا، 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 برمودا. الله يا هذا الشوط، شاهدنا التحدي، وأيضا بنشوفها على الفوتو فينش مع الدخول الجماعي. يا سلام يا هذا الشوط، شاهدنا برمودا والمسحبية، يا سلام مع التنافس الأخير والدخول الفوتو فينش. يا سلام على هذا الأداء. بينما المركز الثالث نوف لعبد المحسن بن طالب العمارة، المركز الرابع، المركز الرابع الذيبة جابر بن سالم جبران. المركز الخامس، المركز الخامس وصلت رمش لراشد بن بطي الزعبي. والله يا سلام يا ابن عجب، يا سلام يا ابن عجب، ابن عجب خطف الناموس، خطف الفوز. سلام والتحية والاحترام، وبقيادة مبارك بن رملان، مبارك بن فهيد، يستاهل الناموس ابو فهيد على هذا التضمير الرائع، ويستاهل بن عجب. والتوقيت 7:41، 87 جزء من الثانية. تهانينا والناموس موسى لمالكها محمد بن مسفر بن علي العجب المري مع هذا الشعار الباريسي. يا سلام مع هذا الناموس المستحق. برمودا على المركز الثاني، 7:41 و89 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمحمد بن علي العايض، من وصل أيضا هنا مع المركز الثاني. المركز الثالث نوف وتوقيتها 7:42، 23 جزء من الثانية. ما قصرت نوف أيضا على المركز الثالث، عبد المحسن بن طالب بن علي بن عمارة المري.